لحل أزمة السكن هناك استراتيجيات يعني متعارف عليها. بالنسبة لمشكلة الموصل، الموصل يعني من زمان ما صار عليها أي تعديل للتصميم الأساسي لها، وهذا أهم عنصر في إعادة هيكلة المدينة وإعادة تخصيص الأراضي السكنية وإعادة توزيع الفعاليات فيها. بالوقت الحاضر يعني يفضل لحل هذه المشكلة أولا الإسراع في إعداد التصميم الأساسي لمدينة الموصل حتى تحدد المساحات المتوفرة من أجل السكن، وبعد ذلك يفضل أن نثقف الناس الاتجاه نحو السكن العمودي. فالمقترح أن يكون توزيع قطع أراضي للدوائر أولا والمؤسسات، هذه الدائرة والمؤسسة تتبنى الاتفاق مع مثلا مستثمر أو مثلا مع مقاول، وتبدي تنشئ مدن صغيرة وأحياء صغيرة تابعة لمنتسبي تلك الوزارة أو تلك الدائرة وتلك الشركة، تبني هذه المجمعات وتبدي توزعها على منتسبيها سواء بأقساط مريحة أو بطريقة أو أخرى، بحيث أنه نستوعب أكبر كم من الزخم السكاني الموجود في مركز المدينة نسحبه إلى هذه المناطق اللي تستجد ضمن. بس هذا كله يخضع إلى إعادة التصميم الأساسي لمدينة الموصل حتى نحدد أين تقع هذه المجمعات وبأي منطقة وبأي اتجاه. والله أزمة السكن بهذا الوقت كل الصعبة صايرة، يعني أكو أنا أعرف بيوت قاعدين 4 عوائل 5 عوائل بيت واحد، ويمكن مساحة البيت ما تتجاوز 100 متر 150 متر. أزمة السكن مو طبيعية، وما شاء الله العراق يا مكثر الأراضي والمساحات البيه، يعني المفروض الدولة تستغل هذا الموضوع، الأراضي المتروكة العائدة للبلدية عائدة للدوائر اللي ما تحتاجها أصلا، المفروض تبني وحدات سكنية أو توزعها للموظفين أو تجيب مستثمرين ينشون وحدات سكنية حتى لو مصغرة، بس المهم يعني تحل هاي المشكلة مال السكان وأزمة السكان والزخم بالبيوت. يعني وهسا أنت عندنا مشكلة الأيمن، الأيمن يعني بيوت بالكامل انبادت، صارت زخم زبتل على أيسر. زين أنتوا المفروض كان يعيدون الأيمن، هم يخلون هاي الكثافة السكانية اللي صايرة على الجانب الأيسر مثلا ترجع لبيوتها ومثل ما يقول أراضيها تطيق تبني وتستثمر. ماكو هذا الشيء لحد الآن، خلي يبنون وحدات عمودية، وزعوا للموظفين، وزعوا لأعائل الشهداء، للمتضررين، للعوائل اللي منكوبة. أكثر العوائل أكو عوائل 4 عوائل ببيت واحد، فالأراضي ما شاء الله عندنا كثيرة، وتشتغل السكنية بشكل أقساط بأي شيء، يعني أزمة حيل، والإيجارات ما شاء الله هسا كلكم تعرفون. البيت 75 متر ب200 و300 وأكو عائلتين. تلاقي 4 عوائلك بغرفة والله، تسعي سكاني شيء فظيع، وما شاء الله خير من عندنا هالأراضي هذه، وين ما كان نقدر بكل الشغل، مكان طابق 4 طوابق 5 طوابق.